أهلا وسهلا. ننتقل إلى نستمع إلى المؤتمر الصحفي الذي عقده الرئيس الأمريكي أوباما مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد اجتماعهما في البيت الأبيض. Revolutionary movement that's taking place throughout the Middle East and North Africa. We also discussed the situation in Syria, which is obviously of acute concern to Israel, given its shared border. And I gave more details to the Prime Minister about the significant steps that we are taking حول الخطوات المهمة التي اتخذناها للضغط على سوريا وعلى نظام الأسد ليبدأ بالإصلاح بما فيه العقوبات المباشرة على الرئيس الأسد التي اعتمدناها. سنستمر في إبداء قلقنا حيال إيران، ليس فقط التهديد الإيراني لإسرائيل ولكن أيضا التهديد الإيراني للمنطقة والعالم لو طورت إيران السلاح النووي. ونحن أيضا تكلمنا عن استراتيجيتنا للاستمرار في الضغط وفرض العقوبات واستعمال الدبلوماسية ضد إيران، وأكدت أيضا لرئيس الوزراء أنه لا يمكن لإيران أن تمتلك سلاحا نوويا. تكلمنا أيضا عن النفاق الإيراني الذي وإيران تقول إنها تدعم العملية الديمقراطية في الشرق الأوسط، في حين أنها أظهرت قمعية نظامها في مواجهة التظاهرات السلمية التي حصلت في إيران منذ حوالي سنتين. وأخيرا تكلمنا بمسألة السلام المرتقب بين الإسرائيليين والفلسطينيين أو الممكن، وتكلمنا بالتفاصيل عن المبادئ التي أشرت إليها البارحة، أن الهدف الأسمى يجب أن يسمح بالتوصل إلى دولة يهودية إسرائيلية آمنة تتعايش بأمن وسلام إلى جانب دولة فلسطينية مرتبطة الأواصل ويمكنها أن تعمل بطريقة ملائمة. طبعا هناك بعض الاختلافات بيننا حول الكلمات والعبارات، ولكن هي خلافات بين أصدقاء، ولكن ما نتفق عليه تماما هو أن السلام الحقيقي لا يمكن أن يتحقق إلا إن سمحت النتيجة النهائية لإسرائيل أن تدافع عن نفسها ضد التهديدات، وأن الأمن الإسرائيلي سيبقى أساسياً، وذلك عندما تقييم أمريكا لأي اتفاق سلام. قلت ذلك البارحة في خطابي وإنني ما زلت مقتنعاً بما قلت، وقلت إنه من الممكن بالنسبة إلينا أن نتوصل إلى اتفاق يسمح لإسرائيل أن تدافع عن نفسها، أن لا تكون ضعيفة أمام التهديدات، ويسمح أيضا بحل أزمة لطالما استمرت لسنوات طويلة للشعبين المعنيين. وأشرت أيضا كما قلت في الخطاب الأمس أنه من الصعب بالنسبة لإسرائيل أن تتفاوض بطريقة جدية مع فريق يرفض بأن يعترف بحق إسرائيل في الوجود، ولهذا السبب على الفلسطينيين أن يجيبوا على أسئلة صعبة تتعلق بهذا الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين فتح وحماس. حماس كانت وما زالت منظمة استعملت الإرهاب ورفضت أن تعترف بحق إسرائيل للوجود، وليست شريكا لأي عملية سلام منطقية عملية. فكما قلت في خطابي البارحة على الفلسطينيين أن يفسروا كيف بإمكانهم أن يباشروا بمفاوضات جدية ذات مصداقية في غياب اعتماد مبادئ اللجنة الرباعية. بشكل عام أعتقد أن هذا الحوار كان بناء للغاية، والآن مجدداً
أؤكد أن العلاقات الوثيقة جدا بين أمريكا وإسرائيل متينة ومستمرة، وأنه سوية نأمل أن نعمل للتوصل إلى فترة من الاستقرار والأمن في المنطقة عبر كل التغيرات الكبيرة التي رأيناها وسنراها في الأسابيع والأشهر والسنوات. أهلا بك سيدي رئيس الوزراء. شكرا. السيد الرئيس أشكرك أنت والسيدة الأولى للحفاوة التي أبديتها لنا ولزوجتي ولوفدنا. لدينا علاقة صداقة مستديمة بين دولتينا، وأنا أشكركم لهذا الاجتماع بعد خطابكم المهم البارحة. نحن نتشاطر الآمال والرؤية التي أشرت إليهما البارحة فيما يتعلق بالتغيرات في الشرق الأوسط، والالتزام أيضا الذي أبديتموه لأمن إسرائيل، ونثمن جهودكم لدفع عملية السلام إلى الأمام، وهو أمر نريد أن نتوصل إليه. إسرائيل تريد السلام، أنا أريد السلام، جميعا نريد سلاما حقيقيا مستداما. ونتفق سوية أن السلام الذي لا يرتكز على أسس متينة سينهار في نهاية المطاف، والسلام الوحيد الذي يستمر هو الذي يرتكز على الوقائع المتينة الواضحة. لنصل إلى السلام يجب أن يوافق الفلسطينيون على بعض الوقائع الأساسية. أولاً، إسرائيل مستعدة للتنازل من أجل السلام، ولكن لا يمكنها أن تعود إلى حدود العام 1967، لأنه لا يمكن الدفاع عن هذه الحدود، ولأنها لا تأخذ بعين الاعتبار بعض التغيرات التي حصلت على الأرض، التغيرات الديمغرافية التي حصلت في السنوات 44 الماضية. لنتذكر أنه قبل العام 67 كانت إسرائيل فقط بوسع 9 أميال، وهذه ليست حدود سلام بل هي حدود الحروب المستمرة، لأن الهجوم على إسرائيل سهلا، فلا يمكننا أن نعود إلى هذه الخطوط التي لا يمكن الدفاع عنها، وسنحتاج إلى وجود عسكري لفترة طويلة على ضفاف نهر الأردن. تكلمت عن هذه الأمور مع الجديد هناك مع السيد الرئيس. هناك متطلبات أمنية مهمة يجب أن تطبق في كل اتفاق نصل إليه. ثانيا أيضا لأعيد ما قاله الرئيس، إسرائيل لا يمكن أن تتفاوض مع حكومة فلسطينية تضم حماس، لأن حماس كما قال الرئيس منظمة إرهابية تريد أن تدمر إسرائيل، وقد أطلقت آلاف الصواريخ على مدننا، وكذلك أطلقت صاروخ على حافلة مدرسية قتلت طفلاً في 16 من عمره، وحماس هجمتكم وهجمت أمريكا بعد ما قتلتم بن لادن، فلا يمكن أن يطلب من إسرائيل أن تتفاوض مع حكومة تضم النسخة الفلسطينية للقاعدة. أعتقد أن الرئيس عباس لديه خياراً سهلاً، هو يجب أن يقرر إن أراد أن يتفاوض أو أن يستمر باتفاقه مع حماس بدل السلام مع إسرائيل. كما قلت لك سيدي الرئيس، أتمنى أن يقوم بالخيار الملائم وهو السلام مع إسرائيل. الواقع الثالث هو أن مسألة اللاجئين الفلسطينيين لابد أن تحل في إطار دولة فلسطينية، ولكن من دون شك ليس ضمن حدود إسرائيل. حرب 1948 أدت إلى مشكلتين من ناحية اللاجئين، اللاجئين الفلسطينيين واللاجئين الإسرائيليين الذين أو اليهود الذين طردوا من الأراضي العربية، وربما الأرقام متساوية.
العالم العربي لم يعد اللاجئين الإسرائيليين، ولكنه أيضا لم يستقبل اللاجئين الفلسطينيين، والآن يقولون أنه يجب أن نقبل بأطفال وأحفاد اللاجئين، مما يقضي على مستقبل إسرائيل كدولة يهودية، وهذا ما لن يحصل، والجميع يعلم ذلك تماما. الوقت حان لنقول للفلسطينيين أن ذلك لن يحصل. مسألة اللاجئين يجب أن تحل، يمكن أن تحل وستحل لو رغب الفلسطينيون بذلك، فهناك إمكانية حل، ولكن لن تحل ضمن الدولة اليهودية. الرئيس وأنا تناقشنا بكل هذه المواضيع، وطبعا هناك اختلافات في الرأي، لكن أعتقد أن هناك اتجاها شاملا سنعمل في إطاره للبحث عن سلام حقيقي بين إسرائيل والجار الفلسطيني، سلام يمكن الدفاع عنه. طبعا أنت قائد لشعب عظيم سيدي الرئيس، وأنا قائد لشعب أصغر بكثير، ولكنه شعب عظيم كما تقول، ونحن موجودون منذ حوالي 4000 سنة، وواجهنا أزمات وعانينا أكثر من أي شعب آخر مما حصل من قتل ودمار وما حصل في الحرب العالمية الثانية، ولكن لم نفقد الأمل رغم المعاناة، ولم نفقد حلمنا في التوصل إلى دولة ذات سيادة على أرضنا التاريخية، أرض إسرائيل. والآن يعود إلي كرئيس وزراء إسرائيل في وضع من عدم الاستقرار لا مثيل له في المنطقة وعدم اليقين، يعود إلي أن أعمل معك سيدي الرئيس للتوصل إلى سلام يضمن أمن إسرائيل ولن يضع وجود إسرائيل في خطر. أتحمل هذه المسؤولية بفخر، ولكن أيضا بتواضع كبير، لأنه كما قلت في حديثنا ليس لدينا هامش للخطأ، ولأن التاريخ سيدي الرئيس لن تعطي الشعب اليهودي فرصة جديدة في الأيام والأسابيع والأشهر المقبلة. سأعمل معك للبحث عن سلام يلبي مخاوفنا أو يجد جوابا لمخاوفنا الأمنية، ويسمح لنا أن نعمل مع الفلسطينيين للتوصل إلى مستقبل أفضل لإسرائيل والمنطقة برمتها. وأشكرك لسنح لي هذه الفرصة لنتبادل وجهات النظر ولنعمل سوية لهذا الهدف. شكرا سيدي الرئيس. أعزائي المشاهدين، استمعنا إلى المؤتمر الصحفي المشترك بين الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الإسرائيلي بعد المحادثات بينهما. نعود لمتابعة الساعة الثانية من الجهات الأربع، وهي حول كلمة الرئيس أوباما بشأن الاحتجاجات العربية، عملية السلام في الشرق الأوسط. وسوف نتناول في هذه الحلقة هذا الشق من الموضوع، وهو خطاب الرئيس أوباما، موضوع عملية السلام، وكذلك الاحتجاجات في سوريا، موقف الخطاب منها. نستضيف في هذه الحلقة عبد الوهاب الكبسي الذي كان معنا في الساعة الأولى، ومعنا رضوان زيادي وهو باحث زائر في جامعة جورج واشنطن الأمريكية، معنا جون هانا كبير باحثين في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات أو مستشار نائب الرئيس الأمريكي سابقا، وينضم إلينا من ولاية نيو جيرسي السفير دانييل كيرتزر، أستاذ في جامعة برينستون الأمريكية. أهلا وسهلا بكم في الجهات الأربع. أهلا وسهلا رضوان، جون، وسعادة السفير كيرتزر. أنا أبدأ من نيو جيرسي مع سعادة السفير دانييل كيرتزر. سعادة السفير مساء الخير، أهلا بك في الجهات الأربع. سعادة السفير، قبل أن ندخل بتفاصيل قضية عمليات السلام، حدود 67 والاحتجاجات في سوريا،
أريد منك هيك تفسيرك بشأن خطاب الرئيس أوباما. هل توافق من يردد ويقول أن الرئيس أوباما أشاح الغموض، أشاح الضباب عن موقف الإدارة الأمريكية من حركة الاحتجاج في العالم العربي؟ أصبح الآن الموقف أكثر وضوحا وحسما، ما رأيك بذلك؟ أعتقد أن هذا صحيح. الرئيس كان دقيقا جدا في خطابه وقال إن أمريكا مستعدة لدعم الشعوب في المنطقة، الشعوب التي تطالب بالتغير الديمقراطي، ومستعدة لمواجهة الأنظمة في المنطقة التي تتهرب من الديمقراطية. فهذا الموقف واضح لا لبس فيه، وليس فيه أيضا غموض. الرئيس بكل وضوح إلى جانب قوات التغير الديمقراطي، أي التي الحركات التي تقودها الشعوب في المنطقة. سعادة السفير كيرتزر، توافق من يقول أنه لماذا وصف بعضهم أيضا عندما قال أن الخطاب لم يكن فيه شيء جديد كما استمعنا في الساعة الأولى من هذه الحلقة، ولم يكن لا حاسما ولا حازما؟ لا أتفق تماما. حتى الساعة الولايات المتحدة الأمريكية واجهت الكثير من الانتقادات لفشلها في التوصل إلى تحديد دقيق لدعمها للحركات الديمقراطية. الرئيس أجاب عن هذا السؤال، قال أمس في خطابه إن الولايات المتحدة الأمريكية ستدعم سياسيا هذه القوات المطالبة بالتغيير. ثانيا أيضا قال إن أمريكا ملتزمة بدعم مصر وتونس ودول أخرى تريد التغيير عبر مساعدات اقتصادية وتجارية ومالية. وثالثا الرئيس أشار إلى أن التقدم ممكن في مجال عمليات السلام. فعلى هذه المستويات الثلاثة، حيث طرحت الأسئلة الكثيرة حول موقف الرئيس سابقا، كان واضحا جدا حول الاتجاه الذي يريد أن يعتمد. دانيال كيرتزر، السؤال الأخير بس في هذه النقطة، هل توافق من يقول أن العنوان الرئيس في هذا الخطاب هو كان قضية حدود العام 1967 بالنسبة للعلاقات بين العرب والإسرائيليين؟ أعتقد أن الأهم في الخطاب هو دعم الديمقراطية. هذا الجزء الأهم مما يحصل في الشرق الأوسط، وهو تغير كوني مقارنة لما رأيناه في السنوات الماضية. وأعتقد أن الرئيس أشار بحماسة نشعر بها جميعا. أنا عدت من مصر للتو ودهشت لهذا الحوار الحاصل بين المواطنين والاهتمام الذي يكرس لعملية التغيير هذه. ففي إطار عملية السلام، الرئيس أشار إلى بدء المفاوضات حول الحدود انطلاقا من خطوط العام 67، وتكلم عن تبادل الأراضي. ولكن هذا التغير ليس أساسيا في السياسة الأمريكية، بل هو طريقة لإطلاق مفاوضات حول الحدود وفي الوقت نفسه ضمان أمن الإسرائيليين والفلسطينيين. جون هنا، أهلا وسهلا بك جون. طبعا قبل أن أدخل بالمواضيع بتفصيل الموضوع عملية السلام والاحتجاجات بسوريا، أنت برأيك قدم رؤية واضحة لسياسة خارجية أمريكية جديدة الرئيس أوباما تختلف تماما عن ما يسمى مبدأ بوش أو عقيدة بوش؟ يعني أنا أطلقت عليها في الساعة الأولى عقيدة أوباما أو مبدأ أوباما، ما رأيك؟ نعم، أعتقد أنها تختلف من سياسة أوباما الخارجية في السنتين الأوليين لولايته حول مسألة الديمقراطية. طبعا الرئيس بوش كان لديه أجندة حول الحريات والديمقراطية وضعه جانبا بعد فترة، وهذا غير منطقي ولا يتطابق مع مصالح أمريكا الأساسية في الشرق الأوسط. القصة الأساسية هو أن الرئيس أوباما غير توجهه مقارنة للسنتين الأوليين وعاد إلى دعم
هذه الأمور التي تكلم عنها الرئيس بوش بعد 11 من أيلول سبتمبر، بمعنى أن السياسة الأمريكية بعد الحرب العالمية الثانية دعمت الاستقرار والطمع في الشرق الأوسط للحفاظ على المصالح الأمريكية والأمن والاستقرار، ولكن لم نتوصل لا إلى السلام ولا إلى الاستقرار. شو سبب التغيير برأيك؟ إنه ما الذي يدفع الرئيس إلى، إذا يعني هذه وجهة نظرك، أنه غير سياسة الخارجية، شو السبب الذي دفع الرئيس في بعد سنتين أن يغير هذه السياسة ويتجه إلى دعم الديمقراطيات في العالم العربي؟ أو في إلى حد ما كما قلنا واجه الواقع. الأحداث الحاصلة في الشرق الأوسط ضغطت عليه واضطر إلى تغيير سياسته، وبوضح بصراحة رأى فشل بعض النظريات التي أتى بها إلى البيت الأبيض، بمعنى الانفتاح إلى أعداء أمريكا كإيران وسوريا، والانفتاح إلى قادة هذه الدول وليس إلى الشعوب، مما فشل في تحقيق مصالح أمريكا في ما يتعلق مثلا بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني. هو يحاول أن يصل إلى استئناف المفاوضات، وشرطه المسبق حول تجميد الاستيطانات فشل، والمفاوضات الآن في طريق مسدود. فأعتقد أن الرئيس اضطر الآن للاستجابة لما يحصل ول العودة إلى واقعية ما يحصل في المنطقة ومصالح أمريكا في المنطقة. رضوان، يعني بحسب جون، برأيك الرئيس أوباما يلحق الحدث أم يصنع الحدث؟ لا، بكل تأكيد إنه هذه الثورات يعني التي يعني موقفه الذي أعلنه بالخطاب في صناعة لحدث أم أنه اضطر أن يلحق؟ لا، هي من أهم ميزات الثورات العربية، يعني لم تكن يعني صناعة أمريكية، هي بدأت من الداخل، انطلقت من تونس ومصر فاليمن ليبيا وسوريا، وبالتالي الفاعلين الرئيسيين فيها هم الشعوب العربية، وهذا الذي استدعى فيما بعد أن يكون هناك رد فعل أمريكي في هذا الموضوع. كان رد الفعل الأمريكي عبارة عن أشبه بردود فردية على ما حدث بتونس، كان الموقف خجول، ليست هناك مصالح لما انتقل على مصر. الجديد في هذا الخطاب أنه حاول أن يضع كل هذه ضمن إطار سياسي عام، بمعنى الآن الإدارة الأمريكية ترى ما يحدث في المنطقة أشبه بما حدث في أوروبا الشرقية، كما كرر الرئيس أوباما ثلاث مرات. كان واضح اتجاه حركات الاحتجاج كلها برأيك أنت؟ هل الخطاب كان واضح أنه نحن ندعم كل حركات؟ بالتأكيد أنه البحرين نفسها أخذت حيز كبير من الخطاب. البحرين التي انتقدت الإدارة الأمريكية على مدى فترات طويلة أنها بقيت صامتة على القمع الذي جرى في البحرين، لأول مرة يتحدث الرئيس أوباما بهذا الوضوح ويعترف بالانتهاكات التي جرت، ويسمي بعضها بما يتعلق أيضا إغلاق بعض مساجد المعارضة الشيعية، وبالتالي هناك المبدأ الديمقراطي أصبح واضحا لدى الإدارة الأمريكية. هلأ كيف يترجم هذا إلى سياسات عملية على أرض الواقع؟ هذا هو السؤال، لا سيما أنه العلاقة الولايات المتحدة مع كل دولة على حدة تختلف، يعني لديها مصالح تأثير قوية في مصر لكنها لا تمتلك نفس هذه المصالح في سوريا أو وقبلها في ليبيا. يعني الرئيس أوباما طالب المؤمر القذافي بالرحيل منذ شهر تقريبا، لم يرحل القذافي ولم يؤثر هذا على الوضع، والآن مثلا حدد لبشار الأسد خيارين، إما أن يقوم بالتغيير بالترانسيشن وهي لا تعني الإصلاح، يعني تعني التغيير، وهذا أو أنه أن يقوم بالرحيل، وبالتالي هل هذا سوف يؤثر على صانع القرار السوري؟ لا أعتقد ذلك، بدليل يعني عدد الشهداء الكبير الذي سقط اليوم أكثر من سوف أدخل بالموضوع وأعود إليك عبد الوهاب، إنما أنتقل مجددا إلى السفير دانيال كارتر. دانيال كارتر، أنت برأيك لماذا البعض قال اليوم وحتى في الساعة الأولى من هذه الحلقة أن كلام الرئيس عن عملية السلام في الشرق الأوسط حجب كل مضمون خطاب أوباما، حجب كل الجديد في خطاب أوباما؟ لماذا هذا الانطباع، ولماذا يعني حتى وسائل الإعلام سعادة السفير برزت بشكل واضح قضية عملية السلام أكثر من موقف الرئيس من حركات الاحتجاج الحاصلة في العالم العربي؟ صحيح.
هذا مثير للاهتمام ولكنه ليس غير متوقع. رئيس الوزراء نتنياهو موجود في واشنطن اليوم كما أشار برنامجكم، وبالتالي التركيز في رأيي هو على هذا المجال من خطاب الرئيس، والذي جاء بناء عليه رد فعل إسرائيلي سلبي بعد إلقاء الخطاب. نتنياهو أصدر بيانا في إسرائيل قبل صعود الطائرة وأشار إلى أن لديه تحفظات قوية بشأن ما قاله الرئيس. إذن من ناحية الدورة الجديدة هذا ليس غير متوقع، ومن ناحية عملية هذه الحركة من أجل التغيير في المنطقة والانتقال الديمقراطي الذي تشهده تونس ومصر على وجه التحديد إلى حد ما أكثر شمولية وإثارة. وسوف نرى ما إذا كان الإسرائيليون أو الفلسطينيون من ناحيتهم سيقبلون دعوة الرئيس للتفاوض، وإذا حدث ذلك فبالطبع سيكون له أهمية مماثلة في الفترة القادمة. طيب. ابقى معي سعادة السفير، تفضل عبد الوهاب. أتفق بكثير مما جاء، بس أنت تحدثت عن ما هو الجديد الذي جاء، ولا نريد أن يخفى هذا الموضوع على المشاهد الكريم. موضوع ما جاء جديد أنه لأول مرة في رأيي، بإضافة إلى الموضوع الفلسطيني، بالإضافة إلى سيادة الدولة الفلسطينية على أراضيها وهو جديد في رأيي، الموضوع الآخر موضوع الإصلاحات في العالم العربي. لأول مرة رئيس أمريكي يربط الإصلاحات السياسية مع الإصلاحات الاقتصادية ويقول أن لا يمكن نجاح أحدها دون الأخرى. وضع كرامة المواطن العربي في الحريات السياسية وكرامات المواطن العربي في إيجاد وظيفة، ربطها بوجود الرياديين العرب وقدرتهم. أيضا نسف في رأيي العقد الاجتماعي الموجود لأول مرة أن الحكومات هي المسؤولة عن إيجاد الوظائف لشعوبها، ووضع أن القطاع الخاص هو المسؤول على إيجاد هذه الوظائف. وأخيرا كما قلنا سابقا، العلاقة الجديد أنه تغيرت العلاقة بين المجتمع الدولي والدول العربية من مانح مساعدات آنية قصيرة إلى مستثمر في العالم العربي عبر دعم قروض للقطاع الخاص. ما لاحظنا في المؤتمر الصحفي الذي لحق، أعود لموضوع إسرائيل وفلسطين، أن الحديث كان فيه شيء من العجابة، يعني ترى كأن كل واحد يحاول يقنع الآخر بما يحاول أن يصل إليه. يعني سمعنا نتنياهو يحاول أن يقنع أوباما أن أهمية أن تكون الحدود يستطيع أن يدافع عنها، وحدود 67 غير مقبولة، يتحدث عن عودة حق العودة الفلسطينية، يتحدث عن وجوب أن تتواجد القوات الإسرائيلية في غور الأردن. يبدو أنهم يتفقوا على شيء، يبدو أن لا يزال أوباما يحاول أن يقنع نتنياهو ونتنياهو يحاول أن يقنع أوباما، لكن لنرى. وتحدثوا كثيرا عن اختلافات وأن هذا الاجتماع هو لتبادل وجهات النظر، لم يتحدثوا عن ما اتفقوا عليه، فيبدو أن هناك اختلافات. ومرة أخيرة فقط سامي إذا سمحت لي، أن ليس فقط أن أوباما وضع موضوع حدود 67 وسيادة الدولة الفلسطينية على أراضيها، وإنما لأن تصريح نتنياهو السريع ثم حضوره إلى واشنطن ثم لقائه مع أوباما يزيل الأنظار، ليس مجرد وضع هذه الكلمات في الخطاب، وإنما دور نتنياهو. تفضل. يعني هناك نقطتين رئيسيتين، كل خطاب يعني ذات أهمية للرئيس الأمريكي غالبا ما يحضر له، وبالتالي يعني نشرت مقاطع كبيرة في الواشنطن بوست قبل اللقاء، وهذا الذي جعل كثير من المحللين يعتقد أنه ليس جديد بالخطاب، لكن هو المبدأ الذي التعامل معه كل الآن. هناك موجة من التحول الديمقراطي ويجب أن نتعامل عليها على أساس المبادئ وليس فقط على أساس المصالح. النقطة الأخرى هو دار نقاش كبير داخل البيت الأبيض وزارة الخارجية، هل يفترض أن نثير الموضوع الفلسطيني مع الثورات العربية أم لا؟ يعني أنا كنت من المؤيدين أنه كان يركز فقط على موضوع الثورات العربية، لكن كانت يعني الحجج، هل يمكن الفصل؟ الحجج تماما انه لا يمكن الفصل، ان حل الصراع العربي الاسرائيلي هو مرتبط بشكل او باخر، لا سيما انه واتت الاشاره المهمه هي استقاله ميتشل، وبالتالي استقاله ميتشل اعطت شكل من اشكال يعني الصفعه لاداره اوباما فيما يتعلق بحل الصراع العربي الاسرائيلي، ولذلك يعني انتصر الفريق الذي اراد ان يؤكد وجود خطوه في هذا الموضوع، وبالنهايه هذا اثر. يعني كل الصحف في اليوم التالي كانت تركز على حدود 67 والنقاش على هذا الموضوع. قبل الفاصل معي دقيقتين، جون، برايك ما صدر عن الرئيس الامريكي هو اقصى ما تستطيعه الولايات المتحده في موضوع الصراع العربي الاسرائيلي؟
يعني هذا هو سقف قدرة أمريكا على التأثير أو على العرض أو على التقديم. بالتأكيد لا أعتقد أنه فيما يتعلق بالربيع العربي، لا أعتقد أن الولايات المتحدة استنزفت كل نفوذها. وأنا أتفق مع زملائي أن الشيء المهم والتاريخي بشأن هذه الحركات هي أنها عضوية نابعة من شعوب المنطقة وليس من جانب الولايات المتحدة. وبعد أن قلت هذا، الولايات المتحدة لديها نفوذ كبير والمجتمع الدولي له نفوذ كبير، وبالتأكيد السؤال هذا في عقول الناس في الشارع العربي الذين يتصدون للديكتاتوريين سواء كانوا في دمشق أو طرابلس أو صنعاء في اليمن. وما هو موقف الولايات المتحدة وأين تقف الولايات المتحدة؟ في بعض الحالات كان الموقف الأمريكي واضحا في أماكن مثل البحرين وحتى مؤخرا في دمشق الموقف كان أقل وضوحا. أنا أتحدث عن قدرة أمريكا على التأثير. البعض يقول هذا أقصى ما تستطيع واشنطن تقديمه. أنا لا أرى أي تغير أساسي فيما قاله الرئيس بالأمس، وتخميني في إطار المفاوضات الجادة لإنهاء النزاع والفلسطينيون بنوايا صادقة يستعدون لحل نهائي لهذا النزاع والاعتراف بإسرائيل، في هذا الإطار الولايات المتحدة لديها نفوذ كبير كوسيط وكمفاوض. وعلي أن أقول أنني أتفق مع زملائي، الرئيس لم يخدم نفسه بالأمس، والخطاب ركز على الأحداث الدرامية في العالم العربي، وهو نفسه قال. أعتذر، نتوقف في استراحة ثانية، نعود بعدها لمتابعة الجهاد الأربع، وسوف ندخل بتفصيل احتجاجات في سوريا. أبقوا معنا. أهلا بكم مجددا في الجهات الأربع. قبل أن ندخل بموضوع موقف الرئيس الأمريكي من الاحتجاجات في سوريا وآخر مستجدات الاحتجاجات التي حصلت اليوم، أنا أعود إليك جون هانا فقط إذا لديك ما تكمل، وعفوا على المقاطعة قبل الفاصل الإخباري. لا بأس. نقطتي ببساطة، أعتقد أن الرئيس لم يخدم نفسه من خلال ربطه ولو عملية تعبيرات جديدة في الموضوع الفلسطيني، القضية الإسرائيلية الفلسطينية، لو كان هذا هو الموضوع الأساسي لا حول الخطاب من دعم للديمقراطية والإصلاح، ولكنه همش الخطاب. حتى الرئيس نفسه قال لسنوات الموضوع الإسرائيلي استغل من جانب الدكتاتوريين العرب، وفي الواقع إسرائيل لم تكن مركزية في هذه الحركة التاريخية في الشرق الأوسط، ثم بدأ في تحويل القضية الإسرائيلية الفلسطينية إلى العنوان الرئيسي لخطابه، وهذا لم يخدم ما أراد أن يحققه، وبرهن على درجة من عدم الكفاءة أو التفكير غير السليم في هذا الموضوع. أضيف عليها آخر نقطة قبل سوريا. نعم، تحدثنا في بداية في الساعة الأولى عن كيف أخذت الأنظار إلى هذه القضية، وسببها ليس فقط الخطاب دان، أقصد جان، وإنما أيضا التوقيت بسبب زيارة نتنياهو واللقاء، فرفعت الأنظار إعلاميا وخطابيا. لكن ما عجبني في الموضوع، وأعتقد لو هناك بعض الإخوان في العالم العربي يلتقطوها، لم أسمعها بعد في الصحف العربية، موضوع ربط القضية الفلسطينية بما يحصل في المنطقة من ناحية حقوق المواطن الفلسطيني. لأول مرة يتحدث عن كرامة المواطن الفلسطيني، عن حق تقرير مصير المواطن الفلسطيني، من ناحية أنه كغيره من المواطنين العرب المواطن الفلسطيني ليس لديه حقوق سياسية أو اقتصادية داخل المنظومة الفلسطينية كحكومة، ثم ربط ذلك بحق المصير، حق تقرير المصير لإزالة الاحتلال. فلأول مرة أرى هذه الثلاث النقاط تربط مع بعض، سياسيا اقتصاديا وتقرير المصير بالنسبة للفلسطيني، وأنا في رأيي أنها موضوع جديد وهي إيجابية. أنتقل إلى الشق الثاني، وهو الرئيس أوباما وحركة الاحتجاج في سوريا. سعادة السفير كارجر في نيوجيرسي، هل 27 قتيلا اليوم والبعض يقول أكثر كما جاء في وسائل الإعلام هو رد الرئيس الأسد على خطاب الرئيس أوباما؟
قبل التطرق إلى هذا أود أن أنهي النقاش الأخير. أنا أختلف وبشكل أساسي مع ما قاله صديقي جون هانا. لا أستطيع أن أفهم كيف أن الرئيس في الأسبوع الذي يجتمع فيه مع ملك الأردن ورئيس الوزراء الإسرائيلي كيف يمكن أن يتجنب الحديث عن عملية السلام في الشرق الأوسط، وهذا الموضوع يشغل بال الناس في المنطقة. أنا كنت في القاهرة والناس قالوا أنهم يتوقعون من الرئيس أن يتحدث عن الديمقراطية والتنمية الاقتصادية وعملية السلام. أعتقد أنه ما كان من الحكمة من جانب أي شخص أن ينصح الرئيس بتجنب الحديث عن عملية السلام. لا أعتقد أن الرئيس تعامل مع الموضوع بشكل سيء. لقد حاول عمل ثلاثة أشياء في الخطاب، تحدث عن السياسات في المنطقة واقتصاديات المنطقة وعملية السلام، وقد أنجز ذلك. فيما يتعلق بسوريا، أعتقد أن اليوم كان رد الأسد على خطاب الرئيس. الرئيس بصورة أساسية قال له أمامك خيار، إما أن تكون سابقا على التغيير أو أن تتنحى جانبا، والأسد قال أنه سيستمر في قمع شعبه. أعتقد الأمر يعود الآن إلى المجتمع الدولي كي يجلس وكي يعرف ما ينبغي عمله. الولايات المتحدة في أول هذا الأسبوع فرضت عقوبات قاسية أحادية على سوريا، ويكون من المفيد الآن لو أن هذه العقوبات تم التطرق إليها ومن قبل مجلس الأمن، وأيضا مناقشات حول تدابير إضافية يمكن أخذها للضغط على سوريا كي تتوقف عن قتل الشعب السوري. دانيال كارتر، ماذا برأيك يمكن للولايات المتحدة أن تقوم من خطوات إذا الرئيس الأسد لم يتجاوب ولم يتوقف عمليات القمع في سوريا؟ ما هي السقوف الممكنة؟ بصراحة أنا لا أرى مستوى للدعم في هذه البلاد أو حتى على المستوى الدولي لعمل عسكري. الناس يحاولون مقارنة الموقف في سوريا مع عقوبات الأمم المتحدة على ليبيا وأعمال الأمم المتحدة في ليبيا، ولكن لا يوجد دعم كبير لعمل عسكري ضد سوريا. ولكن هناك نطاق من الإجراءات التي يمكن تبنيها إذا قام المجتمع الدولي بذلك وليس فقط الولايات المتحدة، وهذه ستضغط على سوريا وترغمها على اتخاذ قرارات، من جملتها تضييق خناق العقوبات والتدفق المالي إلى سوريا والتجارة مع سوريا يمكن التضييق عليها، وأيضا عزلة سوريا في المنابر الدولية. هذه إجراءات يمكن أن تؤثر بسرعة إذا كان هناك إجماع دولي حتى لا تتخلى سوريا عن مسؤولياتها. سوف أعود إليك سعادة السفير خاصة بموضوع الإجماع الدولي. رضوان زيادي، أنت برأيك الخطاب كسر العلاقة بين الرئيس الأسد والولايات المتحدة الأمريكية؟ يعني أول شيء تحفظ على العنوان الذي ترجم قيادة الإصلاح أو التنحي. عمليا تحدث الرئيس أوباما leading the transition. Transition يعني يقصد فيها في الولايات المتحدة عملية التغيير، تفهم بالعالم العربي الإصلاح. فهذا اللبس في الترجمة أحدث بعض اللبس. تغيير أم انتقال؟ تغيير أم انتقال؟ تغيير أو الانتقال، يعني التحول السلمي باتجاه ديمقراطي. التحول باتجاه ديمقراطي، وبالتالي هناك يعني هناك قطع تماما مع فكرة انه الأسد هو إصلاحي. اعتقد انه اهم شيء في خطاب أوباما لانه اول مرة يتحدث علنا عن سوريا، لم يتحدث، يعني اصدر البيت الأبيض عدد من البيانات عن سوريا ووزارة الخارجية، لكن لاول مرة يتحدث الرئيس أوباما عن سوريا علنا، وبالتالي وضع امام الأسد خيارين لا ثالث لهما. وهذا يعكس عن نية الإدارة الأمريكية الآن حسمت خيارها باتجاه تغيير النظام بسوريا، بأنه لا يمكن الآن قبول بنظام تسلطي في سوريا، لا بد من الانتقال إلى نظام ديمقراطي أو على أن الأسد الرحيل والبحث في مؤسسات أو وسائل أخرى تقود أو تسير عملية الانتقال الديمقراطي. هذا من المهم تماما إشارة إليه. هلأ إذا وضعنا خارطة ما حدث من الاحتجاجات اليوم، الآن حركة الاحتجاجات يعني اليوم كانت أكبر رد على ما قاله الأسد منذ يومين أن العملية انتهت والآن في مراحلها الأخيرة.
اليوم عدد المحتجين كان أكبر بكثير. في تأثير للخطاب للموقف الأمريكي على بالتأكيد حركة الاحتجاج. ليس الخطاب بشكل رئيسي وإنما فرض العقوبات على الأسد. فرض الموقف الأمريكي. فرض العقوبات على الأسد وغيره هذا شجع كثير من الناس. وأيضا تسمية الجمعة باسم جمعة آزادي هذا شجع كثير من المواطنين الكرد للخروج والتظاهر. ولأول مرة تسمع الشعب يريد إسقاط النظام في المناطق الكردية مع تواجدهم الكبير في 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 دمشق في ركن الدين وفي حلب. وبالتالي الآن يعني كان الرد اليوم نستطيع اليوم انه رد الحقوق النظام السوري على اليوم بأنه اليوم هجوم على الأقليات، بمعنى انه في القامشلي تم استهداف مقر المنطقة المنظمة الآثورية الديمقراطية واعتقال 12 من القيادات، يعني كل قيادات المسيحية. وأيضا تم استهداف المناطق في السويداء وتم جرح كبير من السويداء. وأيضا تم استهداف منطقة السلمية. وبالتالي تم استهداف عمليا الأقليات والأكراد. وبالتالي النظام الحجة التي يدعيها النظام بأنه حامي الأقليات يعني اليوم أكبر دليل على كذبها، لأن كل هذا يدل على أن الشعب السوري أيضا موحد مع العرب والأكراد ومع الأقليات الأخرى الآثورية مسلمين ومسيحيين من أجل الانتقال من نظام ديمقراطي. ولا بد من نؤكد إنه فكرة الأقليات مختلفة تماما في سوريا عن غيرها في مصر، يعني على المسيحيين وما إلى ذلك. المسيحيون في سوريا هم أبناء مدن وبالتالي ينتمون إلى الطبقة الوسطى والطبقة الغنية، وبالتالي مساهمتهم في المجتمع ورغبتهم في التغيير ستكون أكبر من غيرها من الطبقات الفقيرة أو غير المتعلمة. وبالتالي رغبتهم في التغيير هي الأعلى عمليا من الطبقات الفقيرة. هذا مهم ولا يمكن استبعادهم في حين في مصر ينتموا إلى الطبقات الفقيرة والمهمشة، وبالتالي هناك كان خوف كبير عليهم في التغيير. ونفس الموضوع في العراق لما في وضعهم في سوريا هم أبناء مدن في حلب وفي دمشق وفي غيرها. النقطة الثالثة والأخيرة إنه عدد الشهداء الكبير اليوم يعني وصل إلى 31 في المجازر التي ارتكبت في درعا وأيضا في معرة النعمان في إدلب وفي غيرها من المدن، هذا يدل تماما على أن النظام فقد السيطرة وفقد القدرة على آلية التعامل بوسائل أخرى بالرغم من كل الضغوط الدولية. هذا اللي بدي أعرفه من جون هنا والكبسي عبدالله، إنما بعد الفاصل هو كيف قرأ النظام الموقف الأمريكي من العقوبات إلى كلام الرئيس أوباما، إنما بعد الاستراحة. من جديد أعزائي المشاهدين إلى الجهات الأربع في الجزء الأخير، نرحب مجددا بالسفير دانيال كورتزر، جون هانا، رضوان زيادي وعبد الوهاب الكبسي. جون، فقط بقراءة سريعة إذا أمكن برأيك قراءة النظام السوري وردود فعل النظام السوري بعد العقوبات الأمريكية وكلام أوباما أمس. أعتقد أنه لا يوجد شك في أن الإدارة دفعت في اتجاه نتيجته المنطقية هي نفس الشيء الذي حدث في مصر وتونس. الأسد فقد كل شرعيته في الحكم أو لحكم سوريا، ونظام الأسد يفهم ذلك. ربما لا يكفي هذا لإيقافه، بمعنى أن يتوقف عن الحصار العسكري ومحاولته لقمع هذه الانتفاضة. ربما ينتظر من المجتمع الدولي أن يعود إلى التعامل معه بشكل طبيعي. آمل أن هذا غير صحيح، ولكن أعتقد أن الولايات المتحدة يجب أن تضغط أكثر. يزعجني في الخطاب وسخف فرض عقوبات عليه كقاتل لشعبه ووصفه بقاتل لشعبه في الخطاب، ثم القول بأنه لا يزال هو الشخص الذي يمكن أن يقود التحول الديمقراطي، أن يقود الثورة. هذا اقتراح سخيف من الرئيس الأمريكي، وأنا لا أشعر بالراحة أن أجلس وأن أستمع إليه. كنت أفضل أن يتحرك إلى النقطة عندما يرفض الأسد التحول الديمقراطي، وعندها نطلب منه التنحي ونحاول أن نستخدم أدوات نفوذ أخرى ونحاول الحديث مع الجيش السوري ونرى هل هناك فرصة
لإحداث شرخ في النظام وأيضا الانخراط مع المعارضة بشكل جدي والبدء في التفكير مع الشركاء الدوليين تركيا والسعودية وفرنسا وأوروبا كي نرى هل يمكن أن نبلور نوع من التحول السلمي وانهيار نظام الأسد وتحول منظم ديمقراطي في سوريا. اختلاف في ديناميكية العلاقة بين سوريا وما يأتي من الولايات المتحدة الأمريكية، بحيث أن في السابق كانت الإدارة السورية، الحكومة السورية تأخذ ما يأتي من أمريكا وتستفيد منه داخليا كدولة داعمة لإسرائيل، كدولة ضد القومية العربية وما إليه. أنا أتحدث عن الأوراق التي بيت سوريا للرد على أمريكا. أنا فهم. هل من للنظام السوري اليوم مزيد أو بعض الأوراق يستطيع الرد على كلام الرئيس أوباما؟ ما هذا اللي أقول، كانت تستخدمها للفائدة، الآن أصبح عبء، لم يعد فائدة. لكن قد يعود ما قاله جان لموضوع مهم جدا أنا تابعته في الثورات العربية. جاء وقت، وهذا السؤال قد يكون للدكتور رضوان، جاء وقت في الثورة التونسية، في الثورة المصرية، في الثورة اليمنية، ظهر للجميع، ظهر لي أن وصلنا لنقطة لا عودة. علم الجميع في تلك اللحظة أنه لا يمكن العودة، فعلم الولايات المتحدة الأمريكية، علمت الشعوب، خلاص مسألة وقت. هناك شعور قد يكون خاطئ، بس هناك شعور أننا لم نصل بعد إلى هذه النقطة في سوريا. وخطاب الرئيس الأمريكي قد يكون ردا على تعامله هو على تعامله هو مع هذه النقطة، أن لم نصل إلى نقطة اللا عودة. لماذا لم يحصل ذلك بعد؟ وماذا سيأخذ إلى نصل إلى هذه النقطة في سوريا؟ بسرعة إذا أمكن رضوان. لا التأكيد هي يعني وصلنا إلى نقطة اللا عودة من وقت مبكر. من وقت مبكر بسوريا بدليل عدد الشهداء الكبير، لكن التدخل العسكري في المدن يعني أشبه بالاحتلال، بمعنى أنه مدينة مثل دوما على سبيل المثال وفي حمص، هذه المدن خرجت بأكثر من 100 متظاهر. اليوم لا تجد أي متظاهر، اليوم لا تجد أي متظاهر بسبب رئيسي. هناك أكثر من 600 قناص على كل المباني الحكومية تستهدف أي شخص، وهذه يعني لأي متى يمكن يستمر القناصون على المباني؟ لا يعني كم يوم، كم جمعة، كم يعني شهر؟ وهذا هو السؤال، التحدي الرئيسي أنه هل يعتقد النظام السوري أنه أن يمكن يستمر بعمليات القتل إلى ما لا نهاية؟ الآن المحاسبة، الآن مسألة المحاسبة والعدالة الدولية هي أقوى بكثير. يعني فلسفة النظام السوري ببساطة كالتالي الآن، أنه وهي تماما ما قالته حسين شعبان لنيويورك تايمز، إنه هي إعادة الوضع على ما هي عليه مهما كانت التكلفة، ولو عبر تدخل الجيش بأعداد كبيرة وعبر قتل المئات أو ألوف المواطنين كما فعلنا في حما قبل ذلك، ثم موضوع المجتمع الدولي is manageable، يعني يمكن إدارته. أنا بدي أعود إلى السفير كارتر بموضوع المخارج المتاحة للنظام سعادة السفير. يعني الواشنطن اتهمت سوريا بتشجيع المتظاهرين في الجولان يوم 15 أيار، هل برأيك ما حصل يمكن أن يتكرر على جبهة، لا سيما على جبهة الجولان؟ لا أشك في إمكانية تكراره، وأعتقد أنه كانت هناك أيدي خفية للنظام السوري في محاولة التحريض على هذا الفعل. السوريون يبحثون عن أي احتمال الآن لتجنب مواجهة الحقيقة، ولو استطاعوا بدء موضوع مع إسرائيل يحول انتباه الناس عما يفعلونه في شعبهم فبالتأكيد سيفعلون ذلك. ولهذا السبب أعتقد أننا جميعا نتفق أن علينا أن نحمل سوريا المسؤولية وأن نضغط عليها وأن نتأكد أن هناك إجماع دولي وفعل دولي مشترك وأننا مستمرون في هذا. لا توجد حلول قصيرة الأمد هنا، وأعتقد أنه يجب أن يكون هناك إجماع هام يتم التوصل إليه بخصوص وجوب تغيير الأمور في سوريا. سعادة السفير، هل تعتبر أن هذا الخرق، وهو خرق البعض يقول أنه خرق سياسي وعسكري يعود إلى تفاهمات سياسية وعسكرية عمرها منذ العام 1973، يعني هل نحن اليوم أمام قواعد جديدة للعب بين سوريا وإسرائيل؟
أعتقد أننا في لحظة خطرة جدا. اتفاق فك الارتباط والذي بقى ثابتا حتى الأسبوع الماضي معرض للخطر، وذلك نتيجة لسياسة الضغوطات التي تلعبها دمشق لأغراض محلية خطرة. السوريون عليهم أن يفكروا مليا، هل يريدون الاستمرار في هذا المسار؟ لقد ورطوا أنفسهم في صعوبات داخل سوريا نتيجة لقمعهم لشعبهم، وفي الماضي استعملوا لبنان كوكيل لخوض حربهم ضد إسرائيل، والآن التوتر يزداد على هضبة الجولان، والموقف خطير جدا أو يمكن أن يكون خطير جدا. لا أستطيع أن أتصور حكومة إسرائيل تقف مكتوفة الأيدي وتسمح لاتفاقية فك الارتباط بأن تنتهك من جانب سوريا. السوريون عليهم التراجع عن هذه السياسة وأن ينظروا في سياساتهم الخارجية ضمن تغير أساسي في سياساتهم الداخلية. جون هنا، يعني البعض يقول أن إيران قد تلجأ إلى لفت النظر إلى أحداث في مناطق معينة منها جنوب لبنان أو حتى منها البحرين عبر يعني تحريك ملفات معينة. هل تخشى أنت على دور إيراني ما يحرك لا سيما جبهة جنوب لبنان؟ أعتقد أنك لا يمكن أن تستثني هذا كاحتمال. يجب أن نقلق بشأن هذا وأن ننتبه إليه. إيران لها استثمار ضخم في سوريا. سوريا كجزء من المحور الإيراني وكرئة إيران العربية على البحر المتوسط، وأيضا محور النزاع مع إسرائيل. أيضا مهم أن نعرف هل إيران مستعدة للمخاطرة باستعمال حزب الله كطريقة لتحويل الانتباه وخلق نزاع مع إسرائيل. أنا أتفق مع السفير أن هذا أيضا هو مسار خطر، وأعتقد أننا رأينا ما حدث في عام 2006، والعملية ستكون أكثر سوءا، وإسرائيل ستفهم الأمور على أنها استفزاز مقصود من جانب حزب الله وبدعم من سوريا وإيران. طبعا هذا خطر بالنسبة لإسرائيل، ولكنه أيضا خطر بالنسبة لحزب الله وسوريا وإيران. في نهاية المطاف يجب أن ننتبه لذلك وأن نحاول إجهاض ذلك لمنع مثل هذا السلوك المغامر، ولكن حاليا أنا لا أتوقع حدوث ذلك. يعني اليوم المتظاهرون الرائعون في شوارع مدينة حماة حرقوا صور بشار الأسد وحرقوا أعلام الصين وروسيا وإيران، وفي في في فيديو واضح يعني ونشر على الإنترنت. يعني المتظاهرون يعرفون تماما في مبدأ العلاقات الدولية كأي محلل سياسي، رغم اتهام النظام السوري لهم بأنهم مندسين وما إلى ذلك، يعرفون أن روسيا الآن هي إيران هي الداعم الرئيسي للنظام السوري، وأن روسيا هي من تحمي النظام السوري الآن في صدور قرار مجلس الأمن. الخطوة التي على الولايات المتحدة أن تتخذها الآن بالتعاون مع دول الاتحاد الأوروبي، دول الاتحاد الأوروبي لديها اجتماع يوم الاثنين القادم لاتخاذ قرار فيما يتعلق بعقوبات على سوريا، وغالبا سوف تفرض عقوبات على بشار الأسد بالرغم من معارضة بعض الدول يعني الهامشية، دعنا نقول. لا، هناك اليونان وقبرص وقبرص والبرتغال وسلوفينيا، لكن يعني بعد ضغط بريطانيا وفرنسا وبعد ما حدث اليوم من عدد كبير من الشهداء سوف يغير. وبالتالي الآن على المجتمع الدولي أن يتوجه إلى مجلس الأمن. يجب على قرار مجلس الأمن أن يتضمن ثلاث نقاط رئيسية. النقطة الأولى هي في موقف الروسي والصيني، يعني تتحدث عن قرار مجلس الأمن وروسيا والصين واضحتان تماما. لا، الصين ليس لديها مصالح كبيرة، يعني الصين ستبقى صامتة. أما روسيا لا أعتقد أنه تستخدم الفيتو، لكن هي حسب نص قرار مجلس الأمن. يعني نتحدث عن قرار مجلس أمن يحيل الأسد وغيره إلى محكمة الجنايات الدولية. روسيا سوف تعارض ذلك، لكن على الأقل وهو الحد الأدنى، صدور قرار مجلس الأمن يدين العنف الذي تمارسه الحكومة السورية عن المتظاهرين. أنا لدي سؤال أخير للسفير كيرتزر في نيوجيرسي، بس باختصار إذا أمكن لأن الوقت يداهمنا. سعادة السفير، أنت تعتقد أن إسرائيل حسمت موقفها؟ يعني هناك من يقول أن في الداخل الإسرائيلي تباين بشأن الموقف من النظام السوري، هل حسم الموقف داخل إسرائيل برأيك؟
أعتقد أن الإسرائيليين سيفعلون كل شيء يلزم لحماية أنفسهم، وبالتأكيد سيحذرون من أي تسلل، ولكنهم يحسبون العلاقات مع سوريا ويتوخون الحذر. لا أعتقد أنه سيكون هناك أي تصرف غير مسؤول. إذا استفزت سوريا إسرائيل فإسرائيل سترد، ولكنها لن تستفز سوريا. إنما هل برأيك أنت الموقف داخل إسرائيل يرتاح إلى بقاء النظام السوري أم لا؟ لا أعتقد ذلك. هناك وجهة النظر وأعتقد أنها خاطئة أن إسرائيل مرتاحة نوعا ما مع الأسد. إسرائيل اليوم قالت أنها مع القوى الديمقراطية في الشرق الأوسط، وإسرائيل قالت دوما أنها تود أن تكون محاطة بدول ديمقراطية. أعتقد أن هذا بيان خاطئ، القول أن إسرائيل مرتاحة مع الأسد. في هذه الحالة هم يودون أن يروا تغيرا ديمقراطيا، ويروا نظام الأسد يتنحى لصالح نظام ديمقراطي. معي دقيقتين، دقيقة لعبد الوهاب والدقيقة الأخيرة لرضوان، تفضل. لا أختلف كثيرا مع دان، لكن لا شك أن هناك اختلاف آراء داخل الحكومة الإسرائيلية، ولا شك كأي دولة أخرى هناك صراع، هل مصلحتها مع سوريا بواسطة الأسد أو غيره. موضوع إيران وحزب الله أعتقد موضوع خطير جدا، لا يمكن استثناء أن يمكن أن تقوم إيران بشيء، هذه أحد الأوراق في أيديها، لكن موضوع حزب الله هو أخطر بكثير. طب لماذا نتفكر بلبنان وليس في البحرين مثلا؟ لأن لبنان هي خط التماس مع إسرائيل هنا، يعني ما يمكن أن يقوم به حزب الله في إثارة موضوع لإزالة الأنظار عن سوريا، موضوع ممكن، موضوع على الطاولة، وهذه أحد أوراق إيران. ولكن موضوع حزب الله موضوع أخطر بكثير. حزب الله بدأت تفقد بعد شعبيتها في العالم العربي بسبب موقفها من الحكومة اللبنانية. أما أن تحاول أن تأخذ موقفها، لا الحكومة داخل لبنان، يعني موقف أضعفها بعض الشيء، لكن أن تكون هي من يثير الأنظار عن حكومة في وقت تقوم ثورات شعبية، أعتقد يفقدها كل مصداقية في المنطقة. 10 ثواني يمكن. يعني بشكل رئيسي أنه موقف حزب الله، قناة منار، يعني تقوم بتحريض على القتل في سوريا، وبالتالي هو ليس موقف حيادي، يعني هي شريك بشكل أو بآخر عبر عمليات التحريض، يعني شبيهة تماما مثل تلفزيون السوري أو تلفزيون دنيا الخاص التابع لإيراني مخلوف. يعني هناك شبه بروباغندا إعلامية لا فقط تخون المعارضين وتنقل صورة خاطئة، وإنما تقوم بالتحريض على القتل. طيب أنا بشكرك رضوان زيدي، كما أشكر جون هنا وعبد الوهاب الكبسي. أشكرك سعادة السفير دانيال كيرتزر من نيوجيرسي على اشتراكك معنا. أعزائي المشاهدين، نشكر حسن متابعتكم هذه الحلقة من الجهات الأربع، وتصبحون على ألف خير.